إذا كنا نريد الاستقرار السياسي لابد على الأسرة حسم خلافها في أسرع وقت، لأن لا يمكن، وهذا عايشناه في مجلس 2003 و2006 وبدأ هذا الصراع، وقلنا حنا من 2008 إلى لا يمكن إلا أن تكون هناك فعلا عمل جماعي ينظم العملية السياسية. ما يحصل في هذا الصراع نتج عنا الآن نلاحظه اليوم بهذا الفراغ الدستوري الحاصل أكثر من شهرين تقريبا، والحكومة لم تشكل بعد كلفت وسوف تمتد أكثر وأكثر على قضية التشكيل الوزاري، وبعد ذلك تأتي أزمة وتأتي المماطلة من جديد. نحن نعاني أزمة حقيقية، أزمة فعلا. إذا كنا نريد استقرار سياسي لابد للأسرة أن تحسم خلافها، ويكون هذا عن طريق حسم، عن طريق نتمنى أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين الأسرة حتى ينأوا بأنفسهم عن هذا الصراع، لأن استقرار البلد هو استقرار هذه الأسرة، لأن منظومة الحكم يجب أن تكون متناغمة وفق هذا الدستور، بأن الأسرة تحكم وأن الشعب شريك معها في هذا القرار.